الأخت أم عبد الرحمن من مصر. أم عبد الرحمن اتفضلي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك، أختي بتسألني بتقول لي إحنا يعني في نميمة وفي غيبة والكلام ده كله، هل لو صامت أو دفعت برضو حاجات بسيطة كده للفقراء وقرأت قرآن ووهبت ثواب القرآن والحاجات والفلوس اللي هي بتدفعه والكلام ده كله للناس اللي هي بتتكلم عنهم، هل ينفع يعني؟ لأن طبعا الناس اللي هي احنا بنقعد نتكلم عليهم دول مش شايفينهم. بس يا اخت ام عبد الرحمن، يعني هي هتدي الثواب ده وهتتوقف عن النميمة ولا هتكمل؟ لا، خلاص بقى هتوب توبة نصوح. خلاص توكلنا على الله، ربنا يغفر لنا جميعا ان شاء الله. لان انا يعني انا أزهرية وخريجة جامعة الأزهر، فانا قلت لها يجوز، بس انا بقى صراحة مش عارفة بصراحة. خلاص تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخت عبد الرحمن. الدكتور اتفضل. جزاك الله كل خير. طبعاً أصول التوبة إذا كان الإنسان انتقص من حق مسلم في مكان، أصول التوبة أن يذكره بخير في نفس المكان الذي انتقص من قدره. تكلمت عن واحد فلان ده غشاش، فلان ده مرابي، فلان ده بيفعل كذا، بيفعل المعاصي ويفعل كذا، لا تصلح التوبة بيني وبين نفسي فقط، لأني يعني أسأت لسمعته وخضت في عرضه. فبقدر ما ذكرت هذا الأمر، أنا ليس شرط أن أذهب إليه وأقول له يا فلان أنا قلت لك كذا وكذا وكذا، ربما يتفهم بعض الناس هذا وربما لا يتفهمون، لكن أذكره بخير في نفس الأماكن، والله أنا كنت أظن بفلان هذا سوء، والله يعني هو رجل يعني فاضل ورجل خير ويعني مستور بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وكذا، أذكره بخير ثم أتوب بيني وبين الله، بمعنى فعلا ألا أعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، لا أواصل بحجة أني يعني أتصدق عنه أو أهب ثوابه له. والفعل التي تقوله الأخت الكريمة هذا شيء طيب، أننا يعني أدعو لهم في صلواتي ويعني أتصدق وأقرأ القرآن وأهب الثواب، هذه مرحلة يعني طيبة وخلق كريم، بشرط أن يقلع الإنسان عن الذنب، وإذا انتقص حقهم أمام الناس يعني يتكلم عنهم بخير في نفس المجالس وفي نفس الناس الذين سمعوا منه هذه الغيبة وهذه النميمة، وهذا الانتقاص من قدرهم يرفع من شأنهم ويتوب بينه وبين الله ويعلن توبته هذه. وبعد ذلك إذا فعل شيئا آخر فهذا يعني من باب الفضل وهو مقبول ومأجور بإذن الله تعالى.